واعلموا أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال نبينا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فإن قلت إنني أعرف نفسي، فإنما تعرف الجسم الظاهر منها الذي هو اليد والرجل والرأس، ولا تعرف ما في باطنك. ألا تفاجئك نفسك أحياناً بما لا تتوقعه، بقوة أو ضعف، بغضب يطلب الخصومة، أو رضا يطلب العفو، أو قلق يطلب السكينة؟ وأينا لا يبحث عن السكينة؟ والسكينة في موعود الله تعالى، فلنحيينه حياة طيبة. حين تعرف نفسك ستدرك أيضا ما لديك من مهارات وما عليك السعي لاكتسابه من أجل تحقيق أهدافك وتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. تعالوا معي نفتح تلك الخزانة ونكتشف أسرار الله تعالى فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع نورك فينا سبحانه، ومن خلال هذا النور العظيم الذي نستمده من القرآن الكريم نحاول أن نفهم الأسماء الحسنى بنظرات جديدة، فتتحول من لوحة يتبارك الناس بوضعها في بيوتهم إلى أدوات حقيقية تغير حياتنا، بل تسيطر على حياتنا وتعطينا مهارات التفاعل والإنتاجية في هذه الحياة. تعتبر مهارات ما أحب أن أسميه الإدراك العاطفي، وإن كان مشتهر باسم الذكاء العاطفي، ومقبول هذا الاسم لا بأس به، وإن كان بعض علماء الذكاء يعتبرون أن هذه مهارة إنسانية وليست مهارة عقلية، ولذلك يرفضون أنها من أجزاء الذكاء. فنرجع، سنسميها إدراك، تسموها الذكاء العاطفي لا حرج. فتعتبر هذه المهارة الإدراك أو الذكاء العاطفي من أهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة. فمهارات مثل مهارات الثقة بالنفس والأحقية بالحصول على الثقة، ومهارة خدمة الآخرين، وغيرها من المهارات الإنسانية، هي من العوامل الأساسية التي تحدد ما إذا كان شخص ما سينجح في عمله وعلاقاته أم لا. تبين البحوث أن ذوي الإدراك والذكاء العاطفي يتفوقون في الحياة على أصحاب النسب العالية في الذكاء العقلي المعرفي بنسبة 70%. عندنا دراسات واضحة تثبت أن الذكاء العقلي بدرجة عالية ليس له ارتباط بالنجاح في الحياة. إذن ما هو الذي يجعل الإنسان ينجح في الحياة؟ المهارات الإنسانية أكثر من المهارات العقلية. معهد كارنيجي للتكنولوجيا أثبت أن النجاح في تحقيق المكاسب المادية، فلوس، وفي إدارة هذه الأموال يعتمد بنسبة 85% على مهارات الشخص كإنسان، مهارات التواصل، التفاوض، بناء العلاقات، مهارات القيادة. بينما المهارات المعرفية، كيف أحلل البورصة وأحلل المال، تعطيك فقط نسبة 15%. إذن هذه المهارات كلها مهمة، لكن مهارات الإنسانية هي الأهم، لها أهمية قصوى في حياتنا. طيب سؤال، ما دام هذه المهارات الإنسانية لها هذه الأهمية القصوى في حياتنا، من أين نتعلم تلك المهارات؟ من أين؟ هل يتعلمها الفرد من الأسرة؟ للأسف معظم الآباء والأمهات لم يتعلموا تلك المهارات، وبالتالي هم غير قادرين على تعليمها لأبنائهم. كثير من الأسر توكل تربية أبنائها للمربيات، لدور حضانة، أو يعتمدون اعتماد كلي على المدرسة، هم يخلفوا المدرسة تربي، يعني هذا للأسف موجود.
يعتمدون على المدرسة لتقوم بدور تنمية المهارات كلها بما فيها المهارات الإنسانية. إذن خلينا نسأل نشوف المدرسة، هل يتعلم الفرد تلك المهارات من المدرسة؟ يشير الدكتور مارتن سيليغمان صاحب كما ذكرنا النظريات الفريدة في علم النفس الإيجابي، وله كتاب شهير اسمه فلوريش أي ازدهر أو انتعش، يشير إلى دراسة قام فيها الباحثون بسؤال الآباء والأمهات: ماذا تتمنون لأبنائكم في الحياة؟ طبعا كانت إجاباتهم تدور حول: أنا أتمنى لابني السعادة، أنا أتمنى لبنتي النجاح في علاقاتها، أتمنى أن ابني يقود، وهكذا. طيب عندما تم مقارنة هذه الأشياء التي يتمنى الآباء والأمهات أن أبنائهم يصلوا إليها، النجاح، القيادة، تفوق في العلاقات إلى آخره، قارنوها بالمناهج التي تدرس في المدارس، لم يكن هناك الكثير من التشابه. نظام التعليم العالمي تم إنشاءه على فكرة في فترة الثورة الصناعية، نظام التعليم الذي يسود الدنيا اليوم تم إنشاءه في فترة الثورة الصناعية لتأهيل الأفراد لسوق العمل، هو ليس يعني مرتب لتأهيل الناس أو الطلبة للسعادة، للنجاح، للعلاقات، للتفوق في الحياة. طيب إذن المدرسة لا تعلم، تعلمنا الرياضيات، إنجليزي، علوم، لغة، كذا، بس ما تعلمني كيف أقود، كيف أنجح في الحياة، كيف أنجح في العلاقات، المدرسة لا تعلمنا هذا. إذن إذا البيوت لا تعلم والمدرسة لا تعلم، طيب يمكن المسجد يعلم مثلا، أو التعليم الديني يعلم؟ هل يتعلم الفرد هذه المهارات من المسجد أو من التعليم الديني؟ اليوم يزخر الفضاء الإلكتروني بالمواد الدينية الدعوية، المساجد تعج بالخطب والدروس. هل تعرفوا كم خطبة جمعة تقام في العالم الإسلامي في كل أسبوع؟ كل أسبوع خطب جمعة فقط غير الدروس، مليون، أكثر من مليون خطبة جمعة أسبوعيا. طيب هذا شيء إيجابي، شيء جميل، مطلوب، لكن للأسف أين أثره؟ يغلب عليه الطابع الوعظي التقليدي. ديننا ليس للآخرة فقط، ديننا للآخرة وللدنيا أيضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ليس فقط في الآخرة. إذن تلك المهارات الأساسية لا يتعلمها الفرد لا من أسرته ولا من مدرسته وللأسف ولا حتى من مسجده، ولذلك يتخبط معظم الناس وتحدث النتائج الكارثية التي تناولناها سابقا عندما تحدثنا عن الأزمات في الحلقة الأولى، وأين وصل الإنسان من الانحطاط ومن التعاسة. لحسن الحظ تحاول العلوم الإنسانية تدريب الفرد على فهم مهارات الذكاء أو الإدراك العاطفي، وسنعرض لكم بعض هذه النماذج لمواطن القوى والمهارات. في نماذج عديدة للمهارات اللي بيحتاجها الإنسان في حياته. في نموذج كليفتون سترينغس فايندر أو الباحث عن مواطن القوة أو المهارات، وده بيحتوي على 34 مهارة، منها مهارات زي النظرة المستقبلية والتعاطف. في نموذج دانيال جولمان وهو من أشهر النماذج، وبيقسم المهارات ل 25 مهارة بتنقسم لمهارات شخصية personal competence و social competence أو مهارات اجتماعية، ومن ضمنها مهارات زي الأحقية بالثقة والثقة بالنفس والتأثير والإبداع. وفي نموذج مارتن سيليغمان بيقسم المهارات ل 24 مهارة، بيقسمها تحت 6 مجموعات، منها اولا مجموعه الحكمه والمعرفه، ومن امثلتها حب الفضول وحب العلم والتفكير الناقد، منها الحب والانسانيه، مجموعه الحب والانسانيه، ومن صفاتها الرفق والكرم، منها مجموعه الاعتدال، ومن امثلتها ضبط النفس والحذر والتواضع، منها الشجاعه، ومن امثلتها الجراه والاصرار، منها مجموعه العدل، ومن مهاراتها الانصاف والولاء والقياده، واخيرا مجموعه التسامي او الرقي، ومن مهاراتها تقدير الجمال والتميز والعرفان والامتنان والتدين او الروحانيات.
هذه النماذج ممتازة قائمة على دراسات علمية مكثفة. نحن لا نرفض العلم الغربي، نقبله إذا كان هذا العلم الغربي مبني على أسس علمية، ما نرفضه، لكن كما كانت لنا مآخذ على قصور دور الأسرة والتعليم النظامي والتعليم الديني، أيضا لنا مآخذ على نماذج هذه المهارات من العلوم الإنسانية. هناك مثال، هناك اختلاف في عدد المهارات من نموذج لآخر، ناس يقولوا 24، ناس يقولوا 34، ناس أقل أكثر، ما هو الرقم؟ حتى العلم الغربي غير متفق على هذا. أيضا هذه العلوم لا تفسر لنا مصدر هذه المهارات، وبالتالي لا نعرف إلى أين نذهب حتى نتزود بالمزيد منها أو نعمقها. أيضا لا تضع لنا بعض النماذج معايير كيف نمارس مهارة مثل العدالة، كيف نمارسها، كيف نفهمها وغيرها، وبالتالي يكون الأمر نسبي في بعض الأحيان، يختلف من إنسان لإنسان. نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن هذه النماذج تجعل الإنسان، شوفوا كل هذه النماذج الغربية تجعل الإنسان يتمركز حول نفسه، أنا، وكثير منها يقول أنا أهم، مش كذا؟ ركزي على نفسك، أولادك بعدين، أنا، فيتمركز الإنسان حول نفسه، يستمد منها القوة، والنفس هذه محدودة القدرات أصلاً، فبدل أن يستمد قوته من القرآن الكريم وثقته بنفسه من الله عز وجل بقدراته المطلقة التي لها لا حدود لها، يروح يدور وين؟ هذه الدراسات كلها تعتمد على وجهات نظر الباحثين، تعتمد على مدى دقة الباحث وأدوات القياس وحجم العينة، وهل هذه العينة غربية فتمثل فقط الغرب ولا تمثل كل العالم، كل هذه الدراسات تتأثر بكل هذا. نعود لنسأل سؤال سبق طرحناه، هل يعقل أن يخلقنا الله عز وجل مولانا ويستخلفنا في الأرض ويطلب منا أن ندير هذه الأرض دون أن يعطينا ويمدنا بالمهارات التي نحتاجها لأداء هذه المهمة، مهمة ليس إدارة بلد، إدارة الأرض، خلافة الله في الأرض؟ حاشا الله عز وجل، حاشا الله أن يعطينا مهمة ولا يعطينا أدواتها. فالله سبحانه وتعالى زودنا بنموذج محكم للمهارات نجده في القرآن الكريم، وبالذات من خلال أسمائه الحسنى عز وجل وتعالى. دعونا نفتح هذا الصندوق، صندوق كنز عظيم، سنفتحه ونتأمله ونحاول أن نطور حتى النماذج الغربية، بل نحكمها من خلال هذا المنهج العظيم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مع نورك فينا، نستعرض فيه منهج جديد لإدارة هذه الحياة. هناك أسباب كثيرة أدت لإعادة النظر في أهمية الأسماء الحسنى في حياتنا من خلال طرح متجدد ونظرات جديدة. أولا، نحن على يقين أن للأسماء الحسنى دور هام في حياتنا أكبر بكثير من مجرد ما يفعل بعض الناس من تعليقها بقدسية في إطار فخم وخطوط جميلة لتستقر على جدران بيوتنا أو مكاتبنا. وثانيا، إذا كانت الأسماء توصف بالحسنى، كيف تندرج تحتها؟ فكروا معي، كيف تندرج تحت الأسماء الحسنى صفات ظاهرها فيه الشدة؟ اسم الله المنتقم، الجبار، الضار، المؤخر، المميت، المانع، القابض، الخافض. كيف نفعلها في حياتنا؟ لابد إذن أن هناك رحمة باطنة في كل تلك الأسماء يغفل عنها الكثيرون، ونريد من خلال هذا البرنامج أن نشرحها ونعرف الناس بها. وعليه فطرحنا الجديد لأسماء الله تعالى الحسنى
قائم على منهجية واضحة ومختلفة تركز على المعنى اللغوي والشرعي، لن نلعب به الذي جاء به العلماء، طبعا نخضع له وطبعا نحن نقتدي به، لكن نريد أن نركز من خلال هذا المعنى اللغوي والإجمالي للأسماء الحسنى والصفات العلى، ونربطه بمهارات الذكاء العاطفي والإدراك العاطفي التي يمكن أن نستقيها منه ونعدل حتى المناهج الغربية بناء عليها. ولذلك تم دراسة صفات كل اسم من الأسماء الحسنى من خلال بحث متمعن، وتم تدوين الأنماط المشتركة التي جاءت في الآيات باستخدام هذا المنهج. انتبهنا مثلا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض عباده بصفاته، خلق الله سبحانه وتعالى مثلا صفة الرزق، الله هو الرزاق، الله هو الرازق، والله سبحانه وتعالى خلق صفة الرزق على عباده بقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فخلق الله صفة الرزق على الإنسان. وغيرها من الصفات التي نسبها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والقرآن مليء بهذا، لعباده. إذن لنتعلم أن هذا الخلع من الله سبحانه وتعالى لصفاته على بعض خلقه يريد أن يعلمنا أن لنا نصيب من أسمائه الحسنى من خلال تفعيلها إيجابيا في حياتنا. ليس هذا فقط، تم استخراج سلوكيات ومهارات ما يسمى الذكاء العاطفي أو الإدراك العاطفي من شخصيات وردت في القصص القرآني. هذا سيجعل المهارات والسلوكيات سيجعلها أساليب مفيدة لحياة فاعلة وسعيدة مع قابليتها للتطبيق في حياتنا اليومية. سنعود لكل هذا اليوم، فقط دعوني أعرفكم على هذا التقسيم العام. هذه الحلقة من أهم الحلقات لأنها تعطينا التقسيم العام لكل الحلقات القادمة والمجموعات القادمة. فقسمنا أسماء الله الحسنى إلى 12 مجموعة تندرج فيها الأسماء الحسنى حسب الأنماط والمعاني المشتركة التي تساعدنا على تفعيل أنفسنا، وأيضا ستعلمنا كيف نكتسب أفضل المهارات، اكتساب أفضل المهارات لنحقق أعلى النتائج في الدنيا والآخرة. نستفيد من هذه المجموعات الحسنى كما سترون بإذن الله معاني نطبقها يوميا في حياتنا. وأنا أتمنى أن هذا المشروع، مشروع سلام، يتحول إلى مشروع في كل بيت وفي كل مدرسة. ومن يريد أن يساهم معنا في هذا المشروع فليرجع إلى الموقع ويساهم ماديا ولا معنويا ولا علميا. ساهموا بإرجاع الأسماء الحسنى لتكون هي المحرك لأمتنا. حقيقة أن التكرار في شيء جديد، والأسماء الحسنى أسماء الله عز وجل، والله لا نهائي، فكلما زدت الإسماء تأملا زادك تفاصيل. فأنا ذكرتها في مرة وعدتها في بعد سنة وعدة سنوات في سيادات كثيرة، لأن الله عز وجل أصل الدين معرفة الله عز وجل، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني أنت لما تلتقي مع إنسان تسأله عن عمله عن شهادته فلا بد من تفاصيل. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها لها معنى دقيق جدا. يعني تخلق بأخلاق الله عز وجل وأقبل عليه بسبب هذه المعرفة بأسمائه الحسنى. قسمنا هذه الأسماء الحسنى إلى مجموعات حسب معانيها المشتركة. المجموعة الأولى هي مجموعة صفات السلطان، السلطان، احفظوها اكتبوها. المجموعة الأولى هي مجموعة صفات السلطان، وهي أول لبنة في بناء هوية الإنسان، هي أول لبنة في بناء هويتك،
في تفعيلك، في تفعيل العبودية فيك وفيك، في تفعيل العبودية والخضوع لله عز وجل فينا جميعا. إن من أكبر الحاجات الإنسانية هي كما ذكر كل العلماء الحاجة إلى الانتماء، وفي سبيل الانتماء للأفراد والجماعات يرتكب الإنسان أخطاء ومعاصي كثيرة، بل تقوم حروب من أجل هذه الانتماءات، هذا من هذه الدولة وهذا من هذه الدولة، ولا هذا العرق وذاك العرق. وحين ندرك من هو السلطان والملك الذي يجب أن ننتمي إليه، ندرك وتدرك أنت أنك تنتمي له وحده، تدركي أنت أنك ملك لله وحده، فتستقيم إرادتنا مع أوامره ونواهيه سبحانه. إذن المجموعة الأولى هي صفات السلطان. المجموعة الثانية، اكتبوها معي لو سمحتم، المجموعة الثانية هي صفات الحضور، الحضور المعية. هذه الصفات تمنحنا الاطمئنان والاتساق، عدم الخلل ووضع الأمور في نصابها، تعطينا كذلك الشعور بالإحاطة بما حولنا والوعي بما يجري حولنا. المجموعة الثالثة هي صفات الرزق، ونتعلم منها الشكر. نعم، نتعلم من الرزق الشكر، ونتعلم من الرزاق أن نعطي وأن نعيش بكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى هو من يملك رزقنا، فلا نتذلل لأحد غيره. المجموعة الأخرى من الصفات هي صفات الكبرياء والعلو، تمنحنا الكرامة وفي نفس الوقت تعلمنا التواضع. فعندما تعلم أن الله هو الجدير الأوحد بالكبرياء والعلو وله الكبرياء في السماوات والأرض، لن تتكبر على خلقه. وعندما تعلمي أنه سبحانه الوحيد الجدير بالعلو، لا تنحني لسواه ولا يشاركه أحد هذه الكبرياء. أما صفات الرفق فهي الصفات الإلهية التي تعطينا الهداية وتوجهنا للصفة الإنسانية التي فيها الرحمة وتضبط بوصلة المشاعر، لو طبقناها سيسود الرفق والود والرحمة بكل المجتمعات، وتختفي مظاهر العنف والقسوة. مجموعة أخرى جميلة من هذه الصفات هي صفات الحكم السليم، نتعلم منها إعمال العقل، نتعلم منها الموضوعية، نتعلم من خلالها التحكم في مشاعرنا، فلا نحكم على الأمور بعاطفة وإنما بعقلانية، وننأى بذلك عن الظلم. أما صفات التحكم الإيجابي، التحكم الإيجابي فهي الصفات الإيجابية في حياتنا، هي الصفات التي تؤهلنا لإعمار الأرض وعمل الصالحات، هي صفات يحتاجها كل قائد ناجح وكل أب وأم ناجحين، يحتاجها كل شخص ليكون جامعا للناس وليس مفرقا، يكون نافعا مضيئا ومضيفا لقيمة لكل ما حوله. صفات الخلق والإبداع التي هي لله عز وجل، نتعلم منها المبادرة، نتعلم منها الإبداع، نتعلم منها وضع لمسة الجمال في كل ما نفعل. هذه الصفات التي لا يستغني عنها مصمم أو مصور أو فنان أو حتى قائد ماهر يحل المشكلات بإبداع. أما صفات الدعم فتعلمنا الثبات والتواصي بالصبر، هي تأتي إلى نجدتنا عندما تدرك وتدركي أن الابتلاءات هذه الخارجية بدأت تحيط بكم من كل مكان، وعندما تحتاجوا إلى القوة، تحتاجوا إلى المدد، إلى العون لمواجهة المهام الصعبة لأجل تحقيق الأهداف بثبات وعدم التنازل عنها، نحتاج هذا الدعم. وتأتي صفات تجديد الذات، هذه الصفات الجميلة لتنقذنا من ذنوبنا، لتعالج
الأخطاء الداخلية والخارجية إذا وقعنا بها فلا يكسرنا اليأس ولا يفترسنا الندم، بل تنهض من جديد عندما تخطئ وتستغفري وتقومي وتبدأي من جديد بصفات تجديد الذات. صفات التحكم التصحيحي التي للأسف الأمة لم تفعلها حتى الآن، هذه الصفات التي نتعلمها من المنتقم والضار والصفات التي يظن فيها الناس شيء من القسوة، هي صفات تصحيح المسار، هي صفات الحفاظ على الفرد والمجتمع. فلولا أن الله تعالى اتصف بأنه هو المانع ما استطعنا منع أنفسنا من ارتكاب المعاصي أو منع الآخرين من التعدي على الحقوق، ولا استطاعت أم منع شيء ضار عن ابنها، ولا استطاع طبيب أن يمنع ما يضر المريض، يقول لا تفعل كذا لا تأكل كذا، يمنع من أجل مصلحته. التحكم التصحيحي. وأخيرا تأتي صفة المحاسبة، صفة المحاسبة والمساءلة، هذه الصفات هي بمثابة صمام الأمان الذي يحصنك بالتقوى والخوف من الله تعالى، ويسمح لك بتفعيل مراقبة الناس، ويسمح لك بالتواصي بالحق. طبعا هذه نبذة سريعة جدا عن النظرة الجديدة التي نطرحها في هذا البرنامج، الذي نأمل أن يكون إضافة هامة في دراستنا وفهمنا لأسماء الله الحسنى وتطبيقها فعليا وواقعيا في حياتنا من خلال مشروع كامل اسمه سلام، تفاصيله تجدونها في الموقع. نريد أن نطبقها في حياتنا العملية، نطور من أنفسنا، نصبح شخصيات أفضل وأفضل نسخة من أنفسنا. الأمثلة السلوكية من القرآن الكريم مليء بهذا، وطرق التطبيق الواقعية في القرآن الكريم كيف نطبقها، كل آية لما تختم باسم أو اسمين تعلمنا كيف نطبق هذا الاسم أو الاسمين. اقرأوا الأسماء بالعكس، يعني اقرأوا الاسم ثم اللي هو في آخر الآية ثم اقرأوا الآية، ستفهموها أكثر. سنبدأ بالحلقة القادمة بإذن الله تعالى بدراسة أول مجموعة، وهي مجموعة صفات السلطان. استودعكم الله، ألقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا أول كل شيء وغايته، جعلت السعادة إدراك الكمال والخير، وأنت سبحانك غاية الكمال ومبدع الخير. نحن نسير إليك نلحظ نورك من مرآة نفوسنا. أنر اللهم نفوسنا بنور أسمائك، نعرف بها أنفسنا وندرك ما ركبته فينا من قدرات ومهارات، نحقق بها مرادك في هذا الكون يا الله.